حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ علي فقيه، محلل اقتصادي في مركز البحرين لدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، بعد التحية. طبعا هل توضح لنا أبرز أسباب هذا التحسن طبعا والمدرج في بورصة البحرين؟ طبعا من أحد الأسباب اللي أدت إلى التحسن في النتائج المالية لبورصة البحرين هي نجاح الخطط والسياسات التعافي الاقتصادية والبرامج التنموية اللي اتخذتها حكومة مملكة البحرين خلال فترة الجائحة والتحسن الاقتصادي بشكل عام. فمثلا البنوك المصارف سجلت نسبة نمو بنسبة 15.5% وشركات التأمين بنسبة 150% والقطاع المالي بشكل عام بنسبة 61.3%. كذلك ارتفاع أسعار النفط اللي لعب دور أساسي، أضيف إلى ذلك النمو الملحوظ في قطاع المواد الأساسية واللي سجلت صافي أرباح عن 389.3 مليون دولار في الربع الأول من العام 2022 مقارنة ب 138.4 مليون دولار من الربع الأول لعام 2021. نعم. فإحنا نتكلم عن أكثر من ضعف أرباح السنة السابقة. كل هذه الأمور انعكست بشكل إيجابي في تحسن النتائج المالية لهذه السنة. نعم أستاذ علي، لو نتحدث عن السنة المقبلة، طبعا أنت تحدثت عن الكثير من الارتفاعات سواء أسعار النفط أو شركات التأمين أو غيرها من الارتفاعات المدرجة والشركات التي تم إدراجها طبعا في شركة أو في بورصة البحرين. ما هي توقعاتك للسنة المقبلة وخاصة أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي؟ طبعا توقعات عندنا مبنية على الأرقام والحالة الاقتصادية في هذه السنة، فمع استمرار التعافي والنمو الاقتصادي لقطاعات مملكة البحرين وارتفاع أسعار النفط وإيجابية المؤشرات الاقتصادية، نعم، أرى إن شاء الله أن النتائج المالية للسنة المقبلة راح تستمر بكونها إيجابية ومستمرة. نعم. مستقرة طبعا. نعم. الأستاذ علي فقيه محلل اقتصادي في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، شكرا جزيلا لك.